الطالب ليش من امتحان القسم الرابع الاخير والخامس؟ انت تاشمر تعالي انطيني الورقة هاي، انطيني هاي الورقة. يلا طلعي حسان، هاي استدعاء ولي امر وما تطبل الفصل السادس كله، تجي على السابع. كيف تعال طلع، هاي انت جاي الفصل السابع. عائشة ولا حسان ما تطبيني فصل السادس، تجي على الفصل السابع ولا تريدين تسحبي فلوسي باقي وروح. يلا اخر وحدة حبابة، حلو على 49 من 50. بس هم راح ارزق واطرد غسق منير. وين انت طايحة حرف؟ متابع الجميل، تريد تحصل ارباح وتصعد قناتك وتشتهر ومشاهداتك تصير عاليه ويصير يوتيوب مصدر رزقك؟ ما عليه غير نطبق الشروط اللي هي كل سهله. اولا تنزل قسم التعليقات، راح تلقى حساب بالانستغرام متابعنا عليه، بس مجرد راسلني هناك وقول لي جيتك من اليوتيوب، انا راح افهمك شلون اسوي لك دعم وشلون اصعد قناتك وشلون وش قد راح تستلم الارباح.